هذا أعلن الديوان المهني الجزائري للحبوب عن شرائه قمح الطحين للتوريد من مناشئ خيرية في مناقصة دولية أغلقت يوم أمس، وهذا ما أوردته وكالة رويترز. وذكر المصدر ذاته بأن كمية المشتريات غير معروفة، لكنه تم شراء عدة شاحنات بسعر تراوح بين 231 و232 دولار للطن شاملا للشحن. وتطلب الجزائر شحن القمح على فترتين من دول التوريد الرئيسية.